هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل الصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة كمان أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفي فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هالة، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يمكن بدانا نلاحظ حاله من الاستقرار في الجو النهارده، ويعني برضو في شبوره، واعتقد ان ده يعني الشبوره زي ما حضرتك قلت لنا دي دايما بتيجي مع حاله الاستقرار الجوي، فطمنينا على اخبار الطقس النهارده. بالفعل الاحوال الجويه تحسنت بشكل كبير عن الايام الماضيه، اصبح في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وده بيؤدي ان قيم درجات الحراره بتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 21 درجه مئويه خلال فتره النهار، ويمكن اغلب محافظات الجمهوريه فيها تحسن كافي في الاحوال الجويه، فيها استقرار كمان في الاحوال الجويه. عشان كده احساسي بالطقس خلال فتره النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس هيكون طقس دافي على معظم المحافظات اللي موجوده في الجمهوريه، زي محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، وكمان جنوب سيناء. طقس مائل للدفء على السواحل الشماليه، ويمكن كمان السواحل الشماليه بدأت تقل عليها فرص الأمطار، فده هيخليهم يحسوا بالطقس فترة النهار إن هو طقس مائل للدفء، وخاصة مع وجود أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل طبعاً بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده ما زال محسوس فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. أجواء شديدة الرطوبة في أغلب محافظات الجمهورية، الأجواء فترة الليل هنأكد عليها إن هي مش هيكون فيها تحسن كبير، هتظل فيها أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء. فرق درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز أحيانا 10 درجات، في بعض المناطق أو بعض المحافظات يتجاوز 15 درجة مئوية، لازم تاخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل. كمان طبعا الشبورة المائية دايما زي ما بنقول هي دليل استقرار في الأحوال الجوية، الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا اليوم وكمان خلال الأيام اللي جاية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي طبعا لانخفاض في الرؤية الأفقية. يمكن هو الانخفاض اليوم كان انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وسرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 8 9 صباحا الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق، والشبورة بتنزل تماما من على كافة الطرق، وخاصة زي ما بقول زراعية وسريعة وقريبة من المسطحات المائية. تبقى اليوم فرص الأمطار خفيفة على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال البرد البحري، غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وبتتلاشى طبعا الامطار من باقي محافظات الجمهوريه. ويمكن كمان احنا متوقعين من بكره الاربعاء ان شاء الله يكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، هنبدا ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحراره، بكره هيكون طفيف لكن مع نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع اللي جاي توصل الى عظمى على القاهره الكبرى 23 و24 درجه مئويه. ده جميل، ده جو جميل. هو طقس مستقر ودافي تماما، بس احنا هنأكد على كل المواطنين بلاش الانخداع باشعه الشمس طبعاً. بلاش تخفيف الملابس، لان فترات الليل او حتى لو انا موجود في اماكن ظل فتره الليل بلاقي بروده، فلازم الملابس الشتويه على مدار اليوم وتكون شتويه ثقيله فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. مهم كمان القياده تكون في الدورتين فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا تكون في متابعه مستمره للنشرات الجويه. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا استقرار في أحوال الطقس، بس ياريت ناخد بنصائح دكتورة منار ما ننخدعش بهذا الاستقرار ونخلي بالنا، لأن بالليل الجو بيكون شديد البرودة. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21-12، والإسكندرية 19-11، العلمين الجديدة 19-10، مطروح 18-10، ودمياط 18-12، بورسعيد درجة الحرارة العظمى فيها 18 والصغرى 13، وفي الإسماعيلية 21-10.
في السويس العظمى 20 والصغرى 12 وفي العريش 19 10 كاترين 15 4 وطابة 19 11 حلايب 21 16 وشلاتين 24 15 شرم الشيخ 24 15 والغردقة 24 14 الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10 وبني سويف ايضا 20 10 الوادي الجديد 22 10 واسيوط 21 8 سوهاج 22 9 وقنا 23 11 الاقصر 23 10 واسوان 24 11 كده خلصت نشرتنا الجويه المفصله. عوده مره اخرى لمحمد وجمانه ومتابعه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هنا. شكرا.